نبات قرن الغزال او قرن الايل، ستيج هورن فيرن، وسموه كده عشان شكل اوراقه اللي تشبه قرون الغزال او قرون حيوان الايل. اسمه العلمي بلاتيسيريام. تقريبا في الطبيعه في اكتر من 18 نوع مختلف منه، وموطنه الاصلي هي استراليا. يعتبر من نباتات الابيفايتيك او النباتات اللي هي ما بتحتاجش التربه تعيش عليها، بتعيش متسلقه على جذوع الاشجار الكبيره. في ناس كتيره ما تعرفش ان هو نوع من انواع الفيرن، من السرخسيات. ايوه، يعتبر من انواع الفجير. والعلماء بيعتقدوا ان ستاج هورن فيرن او سرخس قرن الايل بيرجع لعصر الديناصورات، ان السرخسيات اللي احنا شايفينها حاليا هي نتيجة تطور الستاج هورن، وده كان الشكل القديم لكل الفيرن او كل السرخسيات قديما ايام العصر الديناصوري. طبعا زي ما انتم شايفين هو بيتكون من جزئين تسمى فروند. يعني ايه كرومبي دي يا استاذ؟ معناها ايه كرومبي؟ انا عارف اخو، مش انت الحكومة عارفين كل الكلام؟ كل فروند منهم ليه وظيفة. الفروند السفلي اللي هو لونه بني وبيكون صلب وجاف، ده وظيفته الحماية، حماية الجذور الصغيرة جدا جدا الموجودة في أسفل النبات. والفروند التانية اللي هي الفروند الأخضر اللي احنا بنقول عليها مجازا الأوراق، ودي وظيفتها عملية الإكثار أو التكاثر. بيعتبر من النباتات السهلة جدا في العناية، لكن يمكن أنا ما حطيتوش في قائمة أسهل 10 نباتات اللي اتكلمنا عليها لسبب واحد فقط، وهو الضوء. في الطبيعة نبات الستاج هورن أو نبات قرن الغزال بيعيش على إضاءة مفلترة غير مباشرة، بيعيش على الإضاءة اللي بتوصل له ما بين أوراق الأشجار العالية الكبيرة، فهي إضاءة نقدر نقول عليها متوسطة. لكن في الحقيقة عنده مشكلة كبيرة، وهو إن معظم التجارب اللي اتعملت عليه عشان يعيش على إضاءة صناعية فقط ما كانتش ناجحة الصراحة، بما فيهم التجارب اللي أنا عملتها عليه إن هو يعيش على إضاءة صناعي فقط. أنسب شباك ليه هو الشباك الجنوبي والشباك الشرقي. طبعا لو في شباك غربي مش هيخسر خالص، وهيستفيد النبات بالضوء اللي داخل منه. النبات اللي قدام حضراتكم أنا حطه في شباك غربي، ونموات ما شاء الله كل شويه بيطلع نموات جديده، مش بس في الفروند الاخضر، لا كمان في الشيلد او الفروند المسؤول عن الحمايه. السقي بالنسبه له يعتبر متوسط، يعني احتياجه للميه متوسط، لا هو بيحتاج ميه كتير ولا هو يتحمل الجفاف لفترات طويله. وما بنيجي نسقيه ناخد بالنا من حاجتين. رقم واحد، ان احنا محتاجين نوصل المية للجذور بتاعته، وطبعا لو هو موجود في تربة زي اللي قدامكم ففي الحالة دي سهلة، ان انا بسقي ولحد ما التربة كلها تملى مية، وبعدين تبتدي تنزل المية الزيادة من فتحات التصريف، او اغطسه بالكامل في اناء عميق فيه مية لمدة دقيقتين وبعد كده اطلعه. الحاجة التانية لازم نعملها اثناء عملية السقي هو رش الاوراق بتاعته، لان هو يختلف عن باقي النباتات، لان هو مش بس بيمتص المية عن طريق الجذور الصغيرة جدا الموجودة في الجزء السفلي من النبات، الفروندز بتاعته او الاوراق بتاعته لها القدرة على امتصاص المية عن طريق الخلايا اللي موجودة على سطح الفروند او الاوراق بتاعته نفسها. بينتعش جدا في الاماكن اللي فيها رطوبة عالية، لكن ما عندوش مشكلة لو الرطوبة بنتكلم في 40 أو 50%، برضه هيعيش ويبقى مبسوط جدا جدا طالما بنهتم بعملية رش الأوراق. بالنسبة للحرارة، هو نبات بيتحمل درجات الحرارة المنخفضة حتى 10 درجات مئوية، وبيتحمل درجات الحرارة العالية حتى 36 درجة مئوية. علشان كده بقول لكم نبات سهل، لكن مشكلته الإضاءة. التسميد بالنسبة لنبات قرن الغزال أو الستاج هورن مهم جدا للحصول على نموات جديدة. ممكن تستخدم أي نوع سماد بعد تخفيفه بنسبة 1/10، لأن استخدام الأسمدة المركزة أو الأسمدة عالية التركيز ممكن تسبب احتراق للأوراق، ويكون التسميد عن طريق الرش مش عن طريق التربة. مرة واحدة في الشهر يكفي تماما. بيباع في المشاتل في الصيص أو في سندانة، التربة بتاعته بتكون غالبا جزء بيتموس وجزء بيرلايت، لكن لو حابين نغيرها لحق الأشجار هيعتبر إضافة كويسة جدا للتربة بتاعتنا مع البيتموس والبيرلايت. لكن لو قررت ان تعلقوا على لوح خشبي او على طبق عشان على الحائط بيبقى شكله جميل جدا، بس عن تجربة شخصية بنحتاج نسقيه ممكن مرة كل يومين، لانه بيجف بسرعة جدا جدا لما بيتم تعليقه على الواح الخشبية او على الحائط. انا شخصيا بحب النبات ده جدا، معرفش ايه رأيكم فيه. اشوفكم الدقيقة الجاية.